سلام حبيباتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كيف ما لاحظتوا غادي نبدا معكم مباشرة الفيديو. وهذا الفيديو بطلب من واحد الاخت، قالت لي يا عفاك الا ما تورينا كيفاش كتصنعي هذوك الوريضات، عجبوها وبغات يعني تخدم بحالهم. فاقترحت انني يعني ندير هذا الفيديو اللي يعني فيه يعني واحد يعني تقريبا ثلاثة الوريضات اللي درت فيه يعني كشونتيون او كنموذج باش تصاوبي الوريضات، خاصة بداك الحجم الصغير. كيف ما كتلاحظوا غادي نبدا نقطع السلك بهذه الطريقة، يعني بغيتي يكون طويل او لا قصير، المهم انا غادي نديرهم دابا قصار. وضروري انك طوي هذيك الحاشيه ديال راس السلك، علاش؟ لان ملي كتدخلي العجينه يعني كتبقى شاده فيه. فخديت عجينه بيضاء وهذه لونها باللون وردي كيف ما كتلاحظوا، استعنت بهذا اللون اللي هو يعني صباغه خاصه عندك الصباغه اللي كتبقى ليا يعني قديمه، صباغه ديال الرسم على التوب يعني كنحتفظ بها وكنستغلها في هاد العجينه ديال السيراميك، يعني كنلونها بها يعني ما تلوحيهاش، حاولي ما امكن تستغليها بحال كما درت انايا. المهم غادي نبقى نضيف اللون ريتما انني نوصل للون اللي بغيت، وغادي ندير لون فاتح لانه كل ما نشفت الصباغه كل ما نشفت العجين الا وكل اللون ديالها كيولي داكن، والكاميرا يعني ما كتعطيش حقها 100% بالنسبه للالوان مع الاضاءه مع الاناره يعني كيتبدل اللون. وغادي نبدا نشكل هاد الكويرات على الاسلاك، وضروري ديري شويه ديال اللصاق ديال الخشب يعني باش تثبت مزيان. وبالنسبه لهاد الكويرات اللي غادي نردهم بهذا الشكل الطولي، كذلك درت منهم ثلاثه. وغادي ندوز للمرحلة الأخرى اللي غادي نحاول نثقبها من الوسط، وغادي نحاول نوسعها بهذه الطريقة. يعني كاينين طرق كثيرة ولكن ولفت هذه الطريقة يعني كتجيني سهلة وكتجي مزيانة. وباش ما كنمقص يعني اون بوينتي بحال هكذا يعني غادي يخدم لك مزيان، فاذا ما عندك ممكن تستعمل المقص العادي. فاذا بغيتي تقطعي يعني بغيتي 5 الوريقات راه كتقطعي 5 الضربات، بيتي 4 الوريقات كضربي 4 الضربات اولا 3 الضربات الا بغيتي 3 الوريقات.
وغادي نحاول نضغط عليها بهذه الطريقة، يعني الاستعانة بهذه الآلة والاستعانة بالأصبع ديالك، يعني الإبهام ضروري تحطي هذاك الطرف عليه وتبداي تضغطي وتدوري دوري الآلة. وان شاء الله غادي نبقى نخدم بنفس الطريقه حتى نكون من مجموعه من الورود. صراحه انا كان يعني كنخدم كميه كبيره وبالوان مختلفه وكنخليهم جانبا. ملي كنبغي نصاوب شي طابلو او لا شي ديكور او لا فازه او لا اي حاجه او لا على المرآة، يعني كنلقى الورود جاهزه كنعاون بها، يعني كندخلها بالورود الكبيرة أو بالورود اللي يعني كتخدم وهي رطبة، لأن هذه كتكون صلبة مع الوقت كتنشف وكتبقى شادة الشكل ديالها وكتبقى صلبة، ولكن صراحة كتعاوني بزاف هذه الطريقة. والحمد لله يعني صوبت ديكورات كثيرة، منها للزبائن منها للمنزل، يعني كيعطي واحد اللمسة أو جمالية يعني بالنسبه للديكور ديال، يعني كتكون في الصالون او لا في يعني في اي بلاصه في المنزل، يعني كيضيف جماليه للمنزل. المهم كيف ما لاحظتوا الطريقه هي هذه، طريقه سهله جدا وغادي نحاول نوضع على هاد المهم هاد القالب هكذا، لان ما عنديش الفرشي، يعني من المستحب انك توضعيهم على الفرشي يعني حتى ينشفوا وديك الساعه يعني تخدمي بيهم. فحبيبتي الى بغيتي يعني تبدلي اللون ديال الورده راه كتدخلي الوان اخرى، مثلا يعني في الحاشيه ديال الاطراف ديال الوريقات يعني كديري لون اغمق، يعني ممكن تدخلي غوز فاتح هكذا او لا اورانج او لا احمر من الجوانب، يعني كيبدل المنظر ديال الورده وكيخليها يعني تقريبا شبه طبيعيه، يعني خصك تعرفي كيفاش توزعي الالوان. بالنسبه لداخل ديال الورده كيف ما كتشوفوا، يعني كنحط هاد يعني اللب ديال الورده وكنستعن باللصاق ديال الخشب دائما باش تثبت لينا جيدا. وممكن يعني تحطي داك الداخل ديال الورده يكون يعني بلون اغمق او لا ممكن يكون لون اخضر، يعني خص يعني يكون عندك فكره يعني الى ممكن صورة طبيعية وتحاولي ما أمكن دوك اللوينات يعني تطبقيهم، يعني عندك حتى شي فكرة، يعني الطبيعة راه في كل شيء، ممكن تستعني يعني باش تشكلي ورات اللي ممكن تزيني بهم اللوحة ديالك. والأفضل مرة مرة يعني تشكل الوردة بهذا الشكل مرة مرة، يعني حتى كتنشف على الشكل المطلوب، لان يعني باش ما غادي وكتفتح يعني كتطلق مره حاول معي. المهم نعاود نفسر ليك طريقه يعني ممله كيف ما كنقولوا، يعني باش تدخلك الفكره مزيان وباش يعني تقي يعني بطريقتي مادام انها عجبتك وطلبتيها مني. المهم انا فسرت لك مزيان وبالمراحل كلها، يعني مره ما قطعتش نهائيا يعني ما هي خليتها يعني باش تستمد ويستفد كذلك يعني اللي معني بالامر، يعني كمبتدئين او المبتدئات، يعني كاين اللي كيعجبهم النوع ديال الاعمال، كاين اللي كيصاوب بهم يعني حلقات، كاين يعني كاين عطى الله ما يتصاوب بهذه العجينه السيراميك. حبيبتي هذا هو الفيديو اللي طلبتي مني، كنتمنى ان الفكره وصلت وانك استفدتي. راه ما حيدتش المراحل، يعني خليتهم كما هو، وكنتمنى كذلك تعم الفائده يعني المهتمين او العشاق لهذا العمل اللي هو بعجينه السيراميك. تقريبا راني وصلت لاخير ديال الفيديو او الفكره اللي كما قلت لكم راه سهله، فقط خصير تبعوا المراحل. تقريبا وصلت لنهاية الفيديو، كانت منا ان شاء الله يعجبكم فيديو الى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا جزيلا على المتابعة.